الله عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم العقارية مفتاح العقار. اليوم كنقدم لكم شقة بالطابق الأرضي، مساحة ديال 96 متر مربع، كتواجد طبعا مدينة حسوالم تجزئة فجر النصر جوج. هاد الشقة فيها شروط ديال الدعم، بالنسبة للناس اللي كيسولونا على شروط الدعم، كتستافد هذه بالشروط ديال 7 مليون. ملاحظة بالنسبة لهذا المقاول، وصراحة كيتفادى أو لا منعا كليا المعاملة مع القروض الربوية، يعني بالنسبة للناس اللي بغني ياخذوا عن طريق البنك يعني الربوي، هو صراحة ما كيتعاملش بهذه الطريقة هذه. اللي بغى يشري سواء يا إما عن طريق البنك الإسلامي أو اللي غادي يشري المبلغ متوفر عنده نقدا او كذا. انا بالنسبه لي كل واحد كنحترم القرارات ديال اي شخص، لا اللي غياخذ عن طريق البنوك الربويه او الاسلاميه او كذا، كل واحد حر في التوجه ديالو، كنحترموا جميع القرارات ديال الناس. بالنسبه لهذا الشقه غادي نذكركم بالمهم والمفيد اللي هما المساحه والثمن. المساحة تقريبا 96 متر مربع، بالنسبة للثمن كيبقى في حدود 54 مليون مع إمكانية ديال التفاوض. 3 ديال الغرف وصالون وجوج ديال الحمامات ومطبخ مجهز. بالنسبة للملكية المشتركة رجعت لهذا الشكل كيف ما كتشاهدوا. نخلي لكم الرقم ديالي اللي هو 0766 78 30 12 أو 0600 31 72 17. إخواني أخواتي، إلى هنا دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.